انا سوا جيجي 23 عام ساكن في مراكش بجيت صوار هذه 3 سنين كنت ايتوديون و ابري جي ديسيدي انني كونتينيو في التصوير حيت جو تروف لا باسيون جوي بلو برودكتيف في التصوير انا من ديما كنت كيعجبني التصوير ولكن ما كانوش عندي لي مويان باش نبدا التصوير كيف كنت كنقرا و كنت كنقرا ماركتينغ درت في الباك ايكو خديت الباك اون ايكونومي ابري جي كونتينيو في لا فاك من بين لافاك ابخي درت لافاك ابخي درت لو سي جي بور لا ليسونس من بعد ف دوران هذيك لي 3 سنين كنت بديت كندير التصوير تعرفت على الناس عندهم دي كاميرا الناس اللي بداو كيعلموني في ذاك الوقت عاوتاني قدرت انني نجمع شويه الفلوس انني ندير لي مويان باش بديت اون بيتيت كاميرا اللي بديت بها في الاول التصوير سي اميتي اللي يقدر يدخلك بزاف ديال الفلوس اللي تقدر الا كان اون باسيون الا كنتي كديرو زعما افيك امور تقدر انك تدخل منه بزاف ديال الفلوس تقدر تعيش به مزيان ومرتاح او باس وشي جو تروف زعما انه اللي كيعجب الناس هو انني جي ان كومبوزيسيون في لي فوتو اللي كناخذ في لي فيديو ديالي تنقدر انني نعاود دي زيستوار في لي فوتو قدرت انني نبين دي زوندرو اللي ما كانوش معروفين سكيفي دروك اللي تنخدم مع دي مارك اللي معروفين دي زوتيل اللي تري غون اوتيل هنا في لو ماروك فاش بديت في الاول انا كان ديما كتعجبني مراكش حيت انا جابيت مراكش وكيعجبوني لي زوندرو هنا في مراكش سكيفي اللي كنمشي بزاف البلايص ولكن ما تنقدرش انني نصور فيهم ابخي فاش بديت لا فوتوغرافي قدرت انني نبدا عجبني انني نبدا نصور البلايص كنت كنشوف التصاور كنت انسبيرا من الناس كبار تيجيو لمراكش ومن بعد بديت كنقاد دي فوتو كنحطهم في انستغرام تنعاود نقاد دي فوتو نحطهم في انستغرام الناس بدا ان بشي انغاجمون الناس كيعجبهم داكشي سكيفي وليت زعمت انني نبقى نمشي لبلايص كثر بديت في الاول كنكونتاكتي لي زوندغوا الناس لي بروبريتير لي زوتيل و بعض المرات كي انفيتيوني بعض المرات لا ابخي بحال هكا بديت كنمشي كنبين البلايص سكيفي ابخي بديت بداو الناس كيعرفوا هذيك الخدمه ديالي وكتعجبهم في الصراحه في لونتوراج في لا فامي ما كانش ان سوسي حتى واحد ما عرضني على شي حيتاش جي كومونس ا غاني ان بو في كوتي ارجون سكيفي ما كانوش معارضين واخا و لو بلو زعما سكي زعما شي حاجه اللي مزيانه هو انني لي زيتود ديالي تي يقدروا يمشيو مع سكو جو في يعني جو في دو ماركتينغ و دو كوميرس يعني نقدر انني نبيع الخدمه ديالي بلو فاسيل على لي زوتر فوتوغراف اون فيت كان عندي واحد لو بروف هو اللي ما انسبير زعما باش ناخذ دوك لي ريسك حيت هو كيقري لونتربرونيا وكيقول لك انه زعما سي تي فو اتر ان انتربرونور وتنجح في حياتك الفو بروندر لي ريسك ضروري انك تاخذ لي ريسك اللي نقدر ننصح به الناس باش ياخذوا فوتو مزيانه هو انهم يحاولوا ياخذوا دي فوتو كي سون ناتوريل دي فوتو كي سون كي اليا اون استوار ديغيير هذوك لي فوتو فاش تشوف لا فوتو تقدر تقول انه فيها شويه الحياه فيها شويه زعما فيها شي حوايج زوينين وانا تنقلب ديما على لا كومبوزيسيون زعما انا شنو لابس افيك شنو كندير لو موفمون افيك شنو كاين في لو باك جراوند شنو كاين ورايا وي كاين حيت انا لا سيبل ديالي سي بلوتو لو فواياج كنحاول انني جو مونتر زعما لي زوندرو لي بلو بو ولكن اون باراليل حيتاش هذيك سكو جو في سي دي بلوغينغ انا تنصور في دي زوندرو و جيكري دي زارتيكل سور مون بلوغ ولكن هادشي زعما ايسي في الماروك جو نبو با زعما غاني ترو من هادشي ما نقدرش نعيش بلو بلوغين سكي فيت ندير دي ترافو اون باراليل كنخدم مع دي زارتيست